أهلا بحضراتكم مرة تانية، والحوار الأول من حلقة اليوم في نقاط ساخنة. بدأنا وتحدثنا سريعا في عناوين عن موضوعاتنا، وده أول حوار متصل عن العدوان التركي على ليبيا والدعم التركي العلني للميليشيات الإرهابية في العاصمة طرابلس، والتي يخوض الجيش الوطني الليبي في عملية عسكرية من 4 إبريل الماضي بهدف تطهيرها تماما من كل العناصر والميليشيات الإرهابية. في قراءة سياسية وقانونية حول هذا التدخل، أرحب بضيفي في الاستوديو أستاذ خالد محمود، الصحفي بجريدة الشرق الأوسط. أهلا بحضرتك يا أستاذ خالد. وبشأن القراءة القانونية حينضم لينا لاحقا في هذا الحوار الدكتور محمد الزبيدي، أستاذ القانون المحلل السياسي الليبي، حيكون معنا ضيف أيضا مساهم في هذا الحوار. وابدأ معك بقراءة سياسية للمشهد أستاذ خالد. يعني قبل حضور حضرتك وهذا الحوار كان معنا عناوين من الصحف الدولية، كان معنا قراءة من محللين سياسيين ظهروا في برامج عدة من تركيا، وتصريحات أيضا من أحزاب تركية بتنتقد سياسات أردوغان الأخيرة، تنتقد أيضا تصريحاته بعد قمة العشرين بأن الأمور على ما يرام مع الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن التصريحات الأمريكية تتحدث عن عقوبات ستواجه تركيا، عن طيارين تم توقيفهم عن التدريبات أتراك، والكثير من هذا النوع الذي يحدث الآن على الأرض في أمريكا. على ماذا يتحدث إذن أردوغان؟ ماذا يقصد في تصريحاته بعلاقات جيدة مع ترامب؟ هو بيخاطب الرأي العام التركي، لأنه عارف أنه عنده مشاكل في الداخل التركي. بيحاول دائما أن يبدو كرجل قوي ورجل دولة، وخلافا للحقيقة كل الملفات الإقليمية اللي فيها تركيا طرف ملفات وقع من أردوغان بالمعنى الصحيح للكلمة، وهو طول الوقت بيتنفس الكذب في تآمره وفي سياساته، وطول الوقت بيحاول أن يظهر نفسه على أنه رجل يعني بإمكان الدول العظمى الاعتماد عليه لإدارة منطقة الشرق الأوسط. في هذا الإطار ممكن تفهم العداء التركي لكثير من الشعوب العربية، مش قادرين هم يتخلصوا من فكرة أنه هذا الاحتلال التركي البغيض اللي تم لأكثر من دولة عربية في حقبة من الزمن. أردوغان بيتحدث أو بيتصرف باعتباره قائد حقيقي وفعلي لتنظيم جماعة الخرفان، هذه الجماعة الإرهابية التي عاثت فسادا في أكثر من دولة عربية. بالتالي ما في منطقة أو في دولة تمتد فيها تركيا إلا لصنع الخراب والدمار. طيب، على ذكر الخراب والدمار وإلى ليبيا، التدخل التركي بهذا الوضوح في الشأن الليبي بدعم أيضا لميليشيات إرهابية وللعناصر الإرهابية والمتطرفة، يعني ماذا يعني هذا بالنسبة لك؟ كيف قرأت هذه الرسائل التي تؤكد عليها تركيا من خلال وجودها في ليبيا وراء الإرهابيين؟ نعم، خليني بس أفتكر مع حضرتك الأغنية العبقرية اللي قالها عمنا صلاح جاهين في 1961 إذا لم تخن الذاكرة، يعني تركي بجم، كان بيستنكر فيها التدخل التركي أيامها في سوريا، كان في مشكلة وقتها. هذا التركي البجم الآن بيخوض معركته الأخيرة لإنقاذ الجماعة اللي بيقودها جماعة الخرفان، بمعنى أنه إذا حضرتك نظرت إلى خريطة العالم العربي، سقط الخرفان في مصر والخليج بيطاردهم، ربما باستثناء قطر، لم يعد لهم وجود قوي في الشام والعراق. الدولة الوحيدة في العالم العربي الآن اللي ممكن أنه يمارسوا فيها محاولة الإبقاء على هذا التنظيم والكيان الإرهابي هي ليبيا.
مع الوضع في الاعتبار المشاكل اللي بيعانوا منها في تونس والجزائر والمغرب بدرجات مختلفة يعني. هنا أردوغان بيدافع عن مشروعه الاستعماري ووهم الخلافة اللي هو بيتصور انه خليفة المسلمين. وهو عنده هوس الخلافة العثمانية طبعا يعني. طبعا هو حجمه يعني هو نافخ نفسه بالونة اكبر من حجمها. وبناء على كده هو بيتصرف. لكن في ليبيا تحديدا في امور ايضا يعني لازم تبقى في الخلفية واحنا بنتكلم هو ليه هذا الهوس التركي بليبيا. خاصة انه من المدهش انه على الخريطة ليبيا ما هيش دولة جوار جغرافي لتركيا. ولكن مع الأسف شديد جزء جانب كبير مما يحدث في طرابلس بيدار من أنقرة وبدرجة أخرى من الدوحة. هناك تدخل تركي سافر على المستوى السياسي والعسكري والأمني والاستخباراتي في الملف الليبي، لأنه هم بيحاولوا ينقذوا جماعة الخرفان من مصيرها المحتوم الانهيار. بيحاولوا ايضا انه يعني يحولوا عائدات النفط الليبي الى خزانة تنظيم الخرفان. وليس خفيا المشاكل الاقتصادية اللي بتعاني منها تركيا رغم محاولات البهرجة والديكور من وقت الى اخر. لكن وايضا في الخلفية التاريخية الاستعمارية لتركيا كدولة احتلال لليبيا. بالإضافة إلى أنه في مدينة زي مصراتة وهي ثالث أكبر مدينة في ليبيا في الغرب وصولها تركية. وبيتباهى قادة الخرفان أنه عندما يعني فكروا في الاستعانة بأجنبي ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي توجهوا بادئ الأمر إلى أردوغان على اعتبار أنه ينقذ هؤلاء المحسوبين على تركيا. وقتها كانت تركيا بتقود حلف الناتو ومن ثم التدخل الذي بدأه حلف الناتو عام 2011 لإسقاط نظام القذافي كان بقيادة تركيا. ولا زال هذا التدخل موجود لكن أنا لا أعتقد أنه سيدوم. وهذه المعركة اللي بتخوضها قوات الجيش الوطني الليبي العظيم بقيادة المارشال خليفة حفتر هي معركة حاسمة ومصيرية للقضاء على هذا التنظيم الإرهابي على الأراضي الليبية. فاصل قصير ونستكمل هذا الحوار بعد الفاصل، ابقوا معنا. اهلا بحضراتكم مره تانية، بجدد التحيه بضيفي استاذ خالد محمود وارحب بدكتور محمد الزبيدي استاذ القانون المحلل السياسي الليبي اللي انضم للمساهمه والمشاركه في هذا الحوار. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا، مساء الخير. مساء الخير. هستكمل مع حضرتك الحوار من حيث توقفت مع استاذ خالد قبل الفاصل، وكنا نتحدث عن التدخل التركي في ليبيا. تركيا بتصر على دعم ميليشيات الارهاب في ليبيا وتدخلت بشكل مباشر. موقع هذا التدخل، موقع هذا العدوان في القانون الدولي، خاصة أنه في وثائق متوفرة ومستندات تثبت يعني جرائم. هو التدخل التركي ابتداء قبل أن نتحدث عن التدخل التركي وحي الأستاذ خالد لأن الأستاذ خالد متخصص في الشأن الليبي وله كتابات. هذا مدح ولا ذم؟ لا هذا مدح، ومفتخرين بك. الله يفرح، ربنا يبارك في عمرك. فالتدخل التركي أول هو من حيث المبدأ مخالف لقواعد القانون الدولي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، قاعدة راسخة وبند من بنود ميثاق الأمم المتحدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. تركيا خالفت ميثاق الأمم المتحدة بهذا الخصوص. اثنين، هذه مخالفات قانونية. ثم نأتي فيما بعد الحديث عن جوانب هذا التدخل. الجانب الثاني في التدخل وهو دعم المجاميع الإرهابية والميليشيات الإرهابية في ليبيا،
بالمخالفة لقرارين صادرين عن مجلس الأمن، قرار 1970 والقرار 1973 بمنع تصدير السلاح إلى ليبيا، وهذان القراران صدرا من مجلس الأمن استنادا على الفصل السابع من الميثاق المتحد، يعني إلزامي، هذه القرارات ملزمة للمجتمع الدولي. ومع ذلك تركيا تحدت هذين القرارين الصادرين عن مجلس الأمن استنادا للفصل السابع من الميثاق، وقامت بتصدير السلاح عبر ما أطلق عليه في وسائل الإعلام سفن الموت التركية التي كانت تتقاطر على الموانئ الليبية محملة بالسلاح، ومن بينها سفينة إلى الآن ما زالت محتجزة في ميناء بيريوس اليوناني وهي محملة بالقنابل والأسلحة القادمة للميليشيات. تركيا أيضا عملت على ارتكاب جرائم فيما يتعلق بالمجتمع الليبي عبر تسليح الميليشيات بأسلحة محرمة، أسلحة القنابل اللاصقة، المتفجرات، أسلحة مسدسات كاتمة للصوت، وهذه الأسلحة ليست للاستعمال الدفاعي مثلا ولا لأجهزة أمنية أو سواها، واضح وضوح الشمس من نوعية هذه الأسلحة أنها أسلحة لاستخدام الجماعات الإرهابية. تركيا فيما يتعلق بالحالة الليبية أو تدخلها في الحالة الليبية مستفيدة على عدة أصعدة. الصعيد الأول أن المشروع التركي الأردوغاني المتعلق بمحاولة بناء دولة الخلافة العثمانية الجديدة التي يرأسها أمير المؤمنين طيب أردوغان، آخر معقل لتركيا أو لهذا التوجه للتوجه الإسلاموي هو ليبيا. الجماعات الموجودة في طرابلس وموجودة في مصراتة وفي الزاوية هي آخر المعاقل للمشروع التركي، لأن المشروع التركي كان يعول تعويل كبير جدا على مصر، سقط هذا المشروع في 30/6، لم يتبقى للمشروع التركي إلا ليبيا. الأتراك أيضا مثل ما فعلوا في سوريا وفي العراق فيما يتعلق بدعم المكونات الشعبين من أصول تركية اللي هم يسموا التركمان في سوريا وفي العراق، متحالفين في ليبيا مع القبائل ومع الأشخاص أو مع الجماعات ذات الأصول التركية الذين يا إما من أب تركي أو أم تركية أو أب وأم أتراك، فهذا فتت بنية المجتمع الليبي، لأن تغليب فئة معينة على بقية أبناء المجتمع الليبي بالإضافة إلى دعم جماعات الإسلام السياسي سواء تنظيم القاعدة أو داعش أو جماعة الإخوان المسلمين، فالدور التركي متعدد الأوجه متعدد الجوانب. حجم الاستفادة كما قلنا المشروع الأردوغاني، علاوة على الدعم المالي الذي تتلقاه تركيا أو الأموال التي تضخ في الخزينة التركية نهبا من ثروات الشعب الليبي فيما يسمى في ليبيا دواعش المال العام الذين فتحوا اعتمادات بالمليارات لصالح تركيا على أساس يتم استيراد بضائع وسلع من تركيا وتأتي الحاويات أو المستوعبات أو الكونتينرز خاوية من تركيا وتضخ أموال بالمليارات في الاقتصاد التركي وفي البنوك التركية، وهي هذه الأموال هي التي أنقذت الليرة التركية من الانهيار عندما شارف الاقتصاد التركي على الانهيار السنة الفائتة نتيجة للعقوبات الأمريكية التي حصلت في حينها. طيب أستاذ خالد، يعني مجلس الأمن الدولي بيمدد حظر التسليح في ليبيا، وفي نفس الوقت تركيا بتواصل دعم الميليشيات الإرهابية بوضوح وبتدخل سافر في شأن الليبي، أين مجلس الأمن يعني في تصرفاته أردوغان؟ ربما صحيح هو مجلس اللاأمن، يعني ربما التسمية الصحيحة هي مجلس اللاأمن، بمعنى أنه هذا المجلس بيرى هذا الخرق التركي الفاضح والتدخل الفاضح بإرسال سفن تحمل أسلحة ومعدات حربية إلى ميليشيات مسلحة بعض قادتها مدرجين على قوائم العقوبات الدولية والأمريكية، ومع ذلك لم نرى مجلس الأمن يعاقب هؤلاء ولا يتدخل بأي شكل من الأشكال. ده بيقول لحضرتك أنه المجتمع الدولي بيسعى لإطالة أمد هذه الأزمة، وأنه مجلس الأمن عاجز عن مواجهة التدخل التركي، وأنه الحل هو ما يفعله الآن المارشال خليفة حفتر والجيش الوطني الليبي في منازعة التدخل التركي على الأرض.
وإخراج كل التنظيمات الإرهابية من ليبيا والقضاء عليها، ليس أمام كل المتطرفين في ليبيا سوى أنه إما أنه هم يرفعوا يعني طلب استسلام أو أنه هم يموتوا في مكانهم. هذه معركة محسومة، وخليني هنا من مكاني مع حضرتك يعني استغل هذه الفرصة لنترحم على شهداء الجيش الوطني الذين قضوا نحبهم في المعارك الكبيرة التي كانت تجري منذ عام 2014. وأنا بعتقد جازما أنه معركة الجيش الوطني في ليبيا هي أيضا معركة مصر ومعركة كل الشرفاء العرب، لأنه لا يمكن أنه مصر تسمح بتهديدات لأي شقيق عربي. وتعبير مسافة السكة اللي السيد الرئيس بيستعمله دائما للتأكيد على الدعم المصري سواء في الخليج أو في أي منطقة عربية بتتعرض لتهديد، أنا بعتقد جازما أنه أيضا يشمل ليبيا. طيب دكتور، الفشل اللي لاحق التدخل التركي في سوريا، هل واحدة من الدوافع والمبررات لإردوغان في تدخله بهذا الشكل في ليبيا؟ بيبحث عن أرض أخرى؟ هو المشروع الأردوغاني في ليبيا مفيد للأتراك أكثر من سوريا. سوريا مجال حيوي فقط، نظرية المجال الحيوي، رغم أن الزمن تجاوزها نظرية المجال الحيوي التي أسسها الألمان واعتنقوها ونفذوها في الحرب العالمية الثانية. لكن بالنسبة لليبيا، حلم أردوغان فيما يتعلق بليبيا هو أن ليبيا تتحول إلى خزينة، بيت مال المسلمين، بيت مال الجماعات الإسلامية، لأن ليبيا دولة غنية، دولة تصدر في 2.5 مليون برميل يوميا من النفط، دولة لديها مخزون هائل جدا من الغاز، لديها معادن ثمينة بكميات كبيرة، لديها شاطئ طوله 1900 كيلو مقابل الشواطئ الأوروبية مقابل إيطاليا على جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط، وعدد سكان قليل 6 مليون. فإمكانية الاستثمار الإرهابي أو تنفيذ المشروع الأردوغاني في ليبيا مواتية أكثر في ليبيا أكثر منها في سوريا. سوريا عدد سكان كبير، إمكانيات اقتصادية ليست بذلك الحجم، أيضا وجود دول داعمة وقوية للحكومة في سوريا كإيران وروسيا وحزب الله والجهات الداعمة للحكومة السورية أيضا قطعت الطريق على المشروع الأردوغاني. في ليبيا في نوع من الفراغ، نوع من الفراغ استغلوه الأتراك وتمددوا داخل ليبيا عبر الجماعات الإرهابية. الذي وضع حد للتمدد التركي بأمانة في ليبيا هي مصر، يعني وقوف مصر وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أو قيادات الجيش المصري وأجهزة الإعلام المصرية والمواطنين المصريين وقوفهم إلى جانب الليبيين ودعمهم لليبيا ولوحدة ليبيا هو الذي حد من التمدد التركي في ليبيا، وإلا لكانت ليبيا الآن ولاية عثمانية مثل ما كانت عليه ليبيا سنة 1911 وما قبلها. للأسف أن التاريخ يعيد نفسه بشكل أو بآخر. ليبيا كانت خاضعة للاحتلال التركي قبل 1911، وفي 1911 سلم الأتراك ليبيا لقمة سائغة للطليان بدون مقاومة، وقعوا مع الطليان اتفاقية أوشي لوزان وسلموا ليبيا للطليان سنة 1911. سنة 2011 بعد 100 سنة تكرر نفس السيناريو الآن في تحالف تركي إيطالي فيما يتعلق بليبيا، والطرفان يعملان بكل ما لديهم من إمكانيات على الإبقاء على الميليشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس والمتحكمة في مفاصل الدولة من أجل تقاسم الكعكة ما بين الاثنين، ما بين الطليان وما بين الأتراك. لكن مع وجود القوات المسلحة الضامن الوحيد لأمن وسلامة ليبيا، مع الدور المصري، أنا كثيرا ما أردد هذه العبارة أن قدر مصر أن تكون إلى جانب ليبيا في الجوار ويكون هناك تمازج ما بين الشعبين وتواصل ما بين الشعبين. والموقف المصري تجاه ليبيا حتى رغم أن وسائل الإعلام الإخوانجية
الإخوان الليبية ذات التوجه الإخواني في ليبيا، وهي كثيرة اللي بت من دوحة واللي بت من تركيا. من اسطنبول، كلها تردد عبارة واحدة، أن مصر طامعة في ثروات ليبيا، وأن دعم مصر للجيش هو من أجل الاستفادة. هؤلاء لا يقرؤون التاريخ، أو أنهم ينتقون ما يريدون. مصر وقفت إلى جانب ما يخدم مصالحهم وأجندتهم، وقفت إلى جانب ليبيا عندما احتلها الطليان. عبد الرحمن عزام أول أمين عام لجامعة الدول العربية قاتل لمدة 15 سنة ببندقيته في ليبيا قبل أن تتأسس جامعة الدول العربية ويصبح أول أمين عام لجامعة الدول العربية. المعونات التي كانت تأتي من مصر عن طريق عمر طوسن، وكان يجمع في التبرعات والمجاهدين اللي قاتلوا إلى جانب ليبيا، عندما كانوا الليبيين فقراء وجدوا المصريين. مصر لم ولن تكون طامعة في ليبيا على الإطلاق، هذا تاريخنا، هذه علاقاتنا مع مصر منذ مئات السنين. فوقوف مصر هو من أجل حماية الأمن القومي المصري، وهو دور المصري من زمن كرائدة في المنطقة ورمانة ميزان الشرق الأوسط. أستاذ خالد، مسؤولون ليبيون صرحوا بأن الجيش الليبي اللي حقق طبعا انتصارات في الأونة الأخيرة قادر على صد أي ضربات لتركيا. يعني بقراءة حضرتك وخبرتك في الشأن الليبي ومطالعتك، إلى أي مدى بيستطيع الجيش الليبي في هذه الفترة أن يقوم بذلك؟ النهاردة المعلم حفتر، المارشال خليفة حفتر، علم على أفا أردوغان، وتم تدمير غرفة عمليات مركزية للطائرات التركية المسيرة في قاعدة معيتيقة، وفي تكثيف لاستهداف الميليشيات المسلحة المرتبطة بتركيا، وفي مطاردة حقيقية واستخباراتية للتواجد العسكري التركي المعلن وغير المعلن. وليس خفيا أنه قادة الإرهاب في ليبيا معظمهم بشكل أو بآخر بتتحكم فيهم المخابرات التركية، ومعظمهم عندهم إقامات وبيترددوا على تركيا من حين إلى آخر، وبيتلقوا التعليمات من سيدهم الأردوغان. بتصور أنه مشروع فاشل، التدخل التركي في ليبيا سيفشل إن شاء الله، والجيش الوطني الليبي كما كان تماما هو الصخرة التي تحطمت عليها كل الميليشيات والجماعات الإرهابية منذ عام 2014 إلى هذه اللحظة، أيضا سيكون هو الصخرة التي تتحطم عليها أعمال الأردوغان في استعادة حلمه باحتلال ليبيا بشكل أو بآخر، وإنقاذ جماعة الخرفان من مصيرهم المحتوم. وده مرتبط بهذه اللحظة الإقليمية والدولية اللي بنعيشها، في نوع من التوافق الدولي على فكرة منح الجيش الوطني الليبي الفرصة الكاملة للقضاء على التنظيمات الإرهابية، في دعم مصري مش كتير احنا بنتكلم عنه لكنه موجود. هذه المعركة زي ما قلت لحضرتك ليست معركة الشعب الليبي فقط، هي أيضا معركة مصر حكومة وشعبا ورئيسا، وأيضا يعني معركة كل الشرفاء العرب. إسقاط جماعة الخرفان في ليبيا مرتبط أيضا بالقضاء على هذا الكيان المنتشر كالسرطان في عالمنا العربي، ولا أظن أنه سيتطول المدة التي نحتفل فيها بانتصار الجيش الوطني في طرابلس وتحريرها. وبإذن الله تعالى ده مش هيطول، يعني فترة قريبة بإذن الله تعالى. معنا صور خاصة بالدعم للميليشيات الإرهابية، الدعم التركي من فريق تركي عسكري في ليبيا، و جنرالات وضباط في الجيش التركي وفي المخابرات التركية بيدربوا ومقيمين وعندهم اتصالات وبيحظوا برعاية حكومة على ما تفرق في طرابلس، وعناصر استخبارات تركية هذه الحكومة تخفوا تحت بند أنهم دبلوماسيين. تعليقك يا دكتور.
والمجموعة هذه برئاسة جنرال، جنرال اللي كان في المخابرات التركية في منطقة غازي عنتاب، كان ماسك جنوب تركيا على الحدود السورية، ومعه 14 شخص. هؤلاء المتخصصين في الطيارات الدرون، الطيارات المسيرة هي الصناعة التركية، هي يسموا فيها الأتراك بيركدار، للطائرات المسيرة هذه اللي الآن يستخدموا فيها لقصف القوات المسلحة. لكن الوجود التركي ليس مرتبط فقط بهذه المجموعة، هذه المجموعة التي طبعا يعني هو يعني أول ما دخلوا مجرد عناصر، يعني الأتراك دخلوا كوثائق ومستندات على تدخلهم، لا وهي حتى قبلها، قبل كان في جمعية خيرية اسمها تيكا التركية، هذه غزت ليبيا بالمخابرات التركية على اساس انهم هم يقدموا في مساعدات للشعب الليبي وعلاج وادويه ومساعدات غذائيه، وانتشرت على ربوع ليبيا بالكامل، دخلوا تحت غطاء المساعدات إنساني. الانسانيه نعم. قبل سقوط النظام القذافي، لا 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 في الفتره موجودين. لا قبل السقوط لا، لم يكن لديهم وجود. لكن الان هذا الكلام هذا في 2012 13 14 الى يومنا هذا ما زالت جمعيه، والان هذه الجمعيه ما زالت تعمل بالاضافه لعده جمعيات اخرى خيريه. ما تمش الكشف عنها؟ نعم الجمعيه ما تمش يعني الكشف عنها؟ لا وتحدثنا عنها مرارا ونشرنا عنها بيانات ومعلومات. المناطق المحرره اللي حررها الجيش لا وجود للاتراك فيها نهائيا، لكن هم متواجدين في المناطق التي لديهم فيها حاضنه معينه، حاضنه سواء ميليشياويه او حتى حاضنه من الناس الذين كما قلنا لديهم اصول تركيه. فالوجود التركي في ليبيا اصبح في المده الاخيره فج اكثر فظاظه واكثر فجاجه واكثر سفور من دي قبل، خاصه بعد اعتراف اردوغان. يعني اردوغان في الاول في تصريح صحفي وهو في تركيا قال بانه تمكن من خلق التوازن ما بين الجيش وما بين المجاميع المسلحة التي تدعمها تركيا، ثم في أوساكا في قمة العشرين أضاف إلى بأنه ما زال مستمرا في تسليح هذه المجاميع وأنه سيستمر في تقديم السلاح لهؤلاء. الغريب في الأمر أن هذا السفور وهذه الوقاحة مع الاحترام من أردوغان كانت أمام 20 دولة كبرى في العالم بما فيها الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن، فهو بذلك يتحدى المجتمع الدولي، يتحدى الأمم المتحدة، يتحدى النظام الإقليمي العربي، يتحدى منظومة الدول العالم الإسلامي، يتحدى دول الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى تحدي الوطنيين الليبيين بأنه يقف على منصة أمام كل رؤساء العالم ويقول إنني أدعم هذه المجاميع الإرهابية بالسلاح وما زلت أدعمها وسوف أستمر في ذلك. يوم أمس أنا كنت في مناظرة تلفزيونية مع أحد الأتراك على أحد القنوات قال نعم التركي، قال نعم نحن ندعم هؤلاء، وأردوغان يشتري بالحرف أنقل يشتري الذين لا وطنية لهم. أنتم إذا كان لديكم أناس قابلون للشراء فإن أردوغان سيشتريهم، فهو يعترف هذا المسؤول التركي بأن الناس غير وطنيين الذين تمكن أردوغان من شرائهم. فهم الأتراك، هذا الفريق الاستخباراتي موجود والدعم مستمر والطيران المسير يوميا يصل والعربات المسلحة يوميا تصل، ولكن كل ذلك لن يحول دون دخول الجيش إلى طرابلس بإذن الله تعالى. إن شاء الله النصر بإذن الله لليبيا. كلمة أخيرة أستاذ خالد. إن شاء الله نحتفل قريبا بدخول الجيش الوطني إلى طرابلس وإنهاء هذه الحكومة المفروضة على الشعب الليبي من الخارج، حكومة على ما تفرج اللي أتت على متن الفرقاطة الإيطالية في اتفاق سلام غامض ومثير للجدل نهاية عام 2015 في الصخيرات في المغرب، وعودة ليبيا إلى أصحابها الحقيقيين هؤلاء الوطنيين الذين يخوضون الآن معارك الشرف والعزة ضد كل تواجد لا يحترم الأراضي الليبية ولا يحترم الشعب الليبي. من مكاني هنا مع حضرتك ومن القاهرة
بحيي كل مقاتل في الجيش الوطني الليبي، وزي ما قلت وبكررها تاني، هذه ليست معركة ليبيا وحدها. شكرا جزيلا أستاذ خالد محمود، الصحفي المتخصص في الشأن الليبي وصحفي بجريدة الشرق الأوسط. شكرا دكتور محمد الزبيدي، أستاذ القانون والمحلل السياسي الليبي. شكرا جزيلا دكتور. بشكر حضراتكم، لازال لدينا المزيد بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.